علي لابوينت شهيد مشهور ومناضل كبير لحرب التحرير الوطني، كان اسمه علي عمار وأصله من مليانة وين نزاد في عام 1930. سموه علي لابوينت لخطر كان طاير من صغره ودايما الجدرمية تجري موراه في الطحطحة تحومته اللي كانت اسمها لابوينت. علي سفرة من الاستعمار والفقر وما قدرش يقرأ كي كان صغير، ما كانش يحمل الحقرة، دايما يأكله قلبه وما يسكتش، إما لابدا يدخل الحبس وهو صغير. كي كبر شوية راح للعاصمة باش يدير فورماسيون تاع ماسون، وكان قانا يدير في لابوكس، بصح دمه كان بزاف سخون ودايما يتضارب، هذا الشيء اللي يسبب له باش يدخل للحبس. كي لحق 24 عام في عمره قدر يهرب وتخبى في ألجي وين ولا غوشيرشي. هذا هو الوقت وين تلاقى بالمجاهدين تاع الأفلان، وبالعقل بالعقل فهم بلي كل الزعف ديالو كان لازم يستعملو ضد الاستعمار، وهكذا ولا هو كان مجاهد بجانب ياسف سعدي اللي كان قائد المنطقة التورية. علي لابوينت ولا معروف بالاستراتيجية الحربية ديالو وكون كوموندو واعر مع حسيبة بن بوعلي. هبلوا الجيش الفرنسي خاصة في معركة ألجي. علي لابوينت كانت عنده شجاعة وقوة كبيرة والكوار كانوا يخافوا منه ويعيطوا له القتال. بصح في عام 1957 بعد 3 سنين تاع الكفاح الاستعمار الفرنسي قدر يحاصل الخلية الثورية تاع علي لابوينت في القصبة وترتقوا كل العمارة اللي كان فيها مع حسيبة بن بوعلي، محمود بوحميدي ولبتي عمر اللي كان في عمره غير 12 عام. بعد الوفاة ديالو علي لابوينت ولا مشهور على خاطر في 1966 دار عليه فيلم المخرج الطلياني جيرو بونتي كورفو باسم لا باتاغليا دي ألجيري اللي دار سكسي كبير في كل العالم. اليوم في مليانة البلاصة اللي كان يجري فيها علي لابوينت وهو صغير هارب من الجدرمية تسمت عليه، باش ما ننساوش كيفاش هاد البوندي الواعر دخل في السياسة الثورية ولا شهيد الوطن. يرحم الله الشهداء ويعطيهم النور في رغدة القبور، ومحلى ومغلى حكاية الزمان اللي يرجعونا للور وقلبنا معمر فرحة وسرور. هذا البرنامج قدم لكم برعاية برونت.